ولمتابعه الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف مسؤول مكتب الاعلام بشركه البريغ احمد المسلاتي. سيد احمد في البدايه اهلا بك. اهلا وسهلا بك. نعم اهلا بك سيد. يعني ما تفاصيل الشحنه الان، الى اين وصلت؟ هل تستمر القوى المكلفه بالحمايه بحمايتها على طريق الطول على طول الطريق المستمره فيه؟ نعم حضرتك، طبعا الحمد لله تم ايصال الشحنه بعد خروجها من المنطقه الثانيه الوسطى لتصل الحمد لله لمنطقه ادري الشاطئ قوه حمايه الجنوب. الان يعني الحمد لله يوصل اول شحنات اعتقد سيارتين او ثلاثه يوصل من سوداء كمان نصي. لذلك الحمد لله يعني نعتقد ان شاء الله خلال ساعه بالضبط من اخر الاخبار ان الشاحنات هذه كانت متوقفه لتغيير القوه اللي تحمل من المنطقه العسكريه الوسطى لقوه حمايه الجنوب ونرد تكمل المسير باتجاه مدينه سبعه. اعتقد بعد لان المسافه من بين الجفره للجنوب استغرق تقريبا يعني هي طوال الكلام هذايا تقريبا من ساعه ونص ساعتين، اعتقد ان ساعه ثانيه حتكون الشحنات هذه قد وصلت لمستودع سد النفط. طيب يعني هل يعني ستستمر هذه الشحنات في عبر خط عبر هذا الخط يعني بالتحديد للمنطقة الجنوبية بعد هذه الشحنة مستقبلا؟ نعم طبعا شركة البريغ حضرتك مصممة يعني ان شاء الله على ان هي تستمر في ايصال الوقود لاهلنا في الجنوب وباستمرار في عندنا في هذه الازمة هذه ان شاء الله. يعني الجنوب يحتاج من مادة الوقود او منتجات النفطية بصفة عامة. طيب سيد احمد هل انت معنا؟ نعم يعني في سؤال اخير سيد احمد، يعني ما الضمانات لوصول هذه الشحنه وعدم حصول ما حصل في المرات الماضيه للشحنات التي كانت في طريقها الى المنطقه الجنوبيه؟ نعم حضرتك طبعا الضمانات ان التنسيق كان المرتبيه سواء كان تابع من المنطقه او تابع من قوه الجنوب. كذلك الامور يعني حتى ما حصل المره الاولى تم الاتفاق عليه بما ان اهلنا في الجنوب راوا يعانوا من نقص الوقود خدمات متكرره بسبب قله الوقود وقله الاستقرار النفطيه. طبعا انت عارف احنا داخلين على شهر رمضان الكريم واعتقد ان احنا ليبيين يعني بعضنا وما فيش حد يتمنى الشر من غيره يعني. نعم. الناتج عن قله الوقود في هذه المدينه وفي الجنوب بالكامل لا ساعات كبيره يعني. فالناس يعني او قائمين يعني كل متضامن ومتفاعلين مع ضروره وصول الوقود للجنوب. الحمد لله كما قلت لحضرتك القوه هذه مساعده او مرافقه للشحنات امنت الحمد لله الطريق وعند اخر حاجه يعني قلت انا وصلت للشفره وفي منهم عدد من السيارات وصلوا قدام المستودع تبع النفط يعني حاليا دخلت لداخل المستودع يعني. نعم شكرا لانضمامك معنا سيد احمد المسلاتي مسؤول مكتب الاعلام بشركه البريغا، كنت معنا عبر الهاتف.